مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الغد أيضا تبقى أجواء مضطربة تميز كافة المناطق الشمالية، أمطار على فترات تكون على شكل زخات رعدية بالنسبة للمناطق الشرقية، الرياح أيضا ستكون قوية نسبيا نحو سواحل الوسطى والغربية. على شمال الصحراء والواحات ستشهد بعض السحب العابرة بدون فعالية وأجواء مشمسة على العموم من الجنوب الغربي نحو أقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 5 إلى 10 درجات بالمناطق الداخلية، 12 إلى 13 بالسواحل، 12 درجة أيضا بالنسبة لشمال الصحراء، 13 بتندوف، 11 ببشار، بورقلا وبسكرات، 19 درجة بإنسلح، وترتفع إلى 23 درجة بأقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 17 درجة بعنبة إلى 19 درجة بوهران، مرورا ب 18 بالعاصمة، ما بين 12 إلى 15 درجة على أغلب المناطق الداخلية، لترتفع إلى 16 بتبسة، قلمة، سوق قهراس وباتنا، 18 درجة بتلمسان، في حدود 23 درجة بغردية، 20 درجة ببسكرة بالواد وتوغرت، 24 درجة ببشار، 33 درجة منتظرة بإليزي، ترتفع إلى 39 درجة على مقياس بإنجزام. للملاحة والصيد البحري، البحر سيكون مضطرب إلى كثير الاضطراب نحو سواحل الوسطى والغربية، الرياح ستكون قوية على كل سواحل تقارب سرعتها 60 كيلومتر في الساعة، تأتينا من غربية إلى شمالية غربية، تدور أحيانا إلى جنوبية غربية بسواحل الغربية. يوم الجمعة بإذن الله ننتظر دائما أجواء غائمة مرفوقة بأمطار على فترات خاصة نحو المناطق الوسطى والغربية، رياح قوية على كل المناطق الشمالية، الأمطار ستلتحق خلال الظهيرة نحو المناطق الشرقية، تراجع لدرجات الحرارة، أجواء مستقرة على العموم بكل المناطق الجنوبية. يوم السبت بحول الله ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة مع تحسن في الوضعية الجوية، سحب عابرة بدون فعالية، أما الرياح ستبقى قوية نحو سواحل الوسطى والشرقية، واستقرار دائما في الوضعية الجوية نحو المناطق الجنوبية. يوم الأحد دائما سحب عابرة على كل المناطق الشمالية، لكن الرياح ستبقى قوية على كل السواحل وكذلك بالمناطق الداخلية الغربية، ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و35